بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، ومن داخل سوقنا يا جماعة، سوق أبو رحاب، سوق يوم الحد. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الكريم بس. صبري أبو عار يا عم. ازيك عم صبري؟ الله يديك اخبارك؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين معك جاموس وناس بتسأل على أسعار الجاموس. معايا يا عم الجاموس. بس عايزين اسعار بما يرضي الله عم صبري. الله يا عم الجاموس، انا 10 على مواليد 10 ورافع على المولاد. 10 على مواليد. الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. هذا يا جماعه زي ما انتم شايفين يعني. راخيه للولاده. وهذا الضره بتاعتها الحلبات. شايف المحالب فيها. بسم الله ما شاء الله. شبه بلدي عم الولده الثالثه اللي بطنها دي. الولده الثالثه. الولده الثالثه اللي بطنها دي. بسم الله ما شاء الله. الولده الثالثه اللي بطنها دي عمي. هذا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. 10 وعلى مواليد 10 على مواليد عم دار الولاده. طب دلوقتي حق صبري صح؟ دلوقتي احنا بنملي سعرين. مزبوط. يا بنملي السعر اللي انت بتشتري بيه وبتطلب العرق. تمام. يا بنحط مثلا السعر اللي انت عايز تبيع بيه. يا عم سياره الله الوكيل 27,000. دي فلوسها. دي فلوسها سيده اللي خدهم. تمام. وان شاء الله معنا بيع وشراء عايزين ربنا 28,000. تمام. بالصلاه على النبي يا حاج. حلال يغني. الله يوسع عليك يا حاج. هذا يا جماعه الجاموسه دي فلوسها. بالنسبه للعشر دي ماشي. عرض ثاني الوالد. نخش نشوف الوالد. ماشي. هذه الجاموسه دي يا جماعه عامله فلوسها، الراجل مشتري ب 27,000 وعشره 10 ورخي للولاده. بسم الله ما شاء الله. هذه الجاموسه زي ما انتم شايفين. على ده يا عم حساني. الصلاه على النبي. هذا يا جماعه معانا الجاموسه دي. ده ولدها. يوم انا كل يوم. وينك يا حاج؟ ازيك يا باشا؟ ايه يا عمده؟ كيف حالك؟ اخبارك تمام؟ الله يخليك. وصلت هنا انت؟ سلام. منور والله. منور والله. الله يوسع عليك. الله يخليك. ايوه الصلاة على النبي. في الشاشة يا حاج. الصلاة على النبي يا حاج. دي ولد عمي. دي ولدها ايه جايبها هي؟ ولدها ذكر ده. ذكر؟ الصلاة على النبي. الولد الكام ده بيقول؟ الولد الثاني تحكيها. الولد الثاني. الثاني؟ مش أكثر يعني؟ لا الثاني. الثاني. الصلاة على النبي. خش على التقيلة. هذا يا جماعة. هذه الحلبات بتاعتها اللهم صل على النبي. ببلاش. لو قلنا بتحلب حق صبر بتحلب كام وكام؟ 5.5 يا عم. مش اقل شوي؟ مش اقل؟ لا 5.5 نجيب. مش 3 و3؟ لا. لو فيها 3 و3. يعني 5.5؟ 5.5. تمام. وهذه وراها، هذه ولدها يا جماعه زي ما انتم شايفين. الصلاة على النبي. الله اكبر على ولدها يعني. الله اكبر. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه الفلوس ولا ايه البيع والشراء؟ الفلوس خلناهم اثنين والله. هي والشاب البلدي مع بعض. طيب شوف هي والعشر ولا هي والوالده؟ الوالده. على خالد. دي اللهم صل على هات يا حاج. بسم الله ما شاء الله. خالد هلا تشب الوالده. خش بعفايه يا معلم. صل على هاي حلها لك يا حلها. ماشي. مع بعضين شرى واحده. ماشي. هذا يا جماعه سوق الجاموس من داخل سوقنا، سوق ابو رحاب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على الجاموس ده. حاضر اخلص دي واسوي. اهو يا عم صل على الله اكبر. هذا يا خال جاموس والده صلاه الحبيب. جاموس والده عمي من ارض السوق. من ارض السوق يا باي. صل على النبي. جاموس 32 يا ابوي. بس يا باي. صل على النبي. الله يخليك. صورني انا اخي جنبيه. حاضر والله. اهو حاضر والله. جنبي هات يا منور يا خال. الله مبروك عليه. الله يوسع عليك. صل على النبي. دي والده؟ والده. دي والده عمي. انا اروحهم دلوقتي برضه. ولدها يا جماعه. من ارض سوق ابو دياب. صل على النبي. من سوق ابو دياب او سوق ابو رحاب على حسب يعني ايه. كل واحد بيقول هو السوق. تمام. خليك معي انا بس تعال. يا باشا مرحبا. صل على النبي. فين ولدها بقى؟ ولدها ولد لي 4 ايام. صل على النبي. ولد لي 4 ايام. ادي ولدها يا جماعه لسه والده لها 4 ايام. قال لي 4 ايام والده. صل على النبي. الجاموستين دول يا جماعه، الجاموسه الاولانيه اللي هي الوالده والثانيه دي، دول شروا واحده مع بعض. 56,200. 56,200. ده الولد الكام ليها حق؟ ده الولد الثاني برضه كسر 4 سنوات. ده الولد الثاني. والثانيه كانت الثالث صح؟ الثاني برضه؟ ايوه. صل على النبي. هذا يا جماعه 56 و200 و200. طب لو ب 2000 عرق مش راضي نبيعهم. تمام. طب لو قلنا التفنيطه حق؟ التفنيطه 30. دي 30 و26 و200 و26 و200 29 ونص 27 و200. على حسب بقى. 29 ونص او 30. لا 29 ونص 27 و200. تمام يا حاج. هذه الاثنين دول يا جماعه عاملين 56 و200. مظبوط يا عمي. الصلاه على النبي. في حاجه ثانيه معانا والده؟ ماشي. هذا يا جماعه وريناكم الجاموس العشر، وهنشوفكم الجاموس الوالد من داخل سوقنا. ايوه الاثنين دول خرجت. الاثنين دول في 10 و10 دي. الصلاه على النبي. تحلب 10 صبح و10 عشيه. الصلاه على النبي.
لو عند ناس دمنهور هناك والبحيرة أقول لك 35,000 ظهرك يا عم الحاج ظهرك وحدو ظهرك أقول 60,000 دولار صلى على النبي الله أتر الله والله لو بحر أقول 70,000 صلى على النبي لو بحر 70,000 لا مش للدرجة أنا مالو مالك أنا مش للدرجة صلى على النبي العرض شغال يا عم الحاج بس يا موسي جيت تحلب 88 كنت تحلب 6.6 تمام بس يا جاموس الله أكبر بسم الله ما شاء الله يجيب 88 اللي كده يجيب 6.6 تمام دلوقتي دي عشر ولا ايه دي والدة يا حاج دي والدة ها ودي والدة ودي والدة اه صلى على النبي هذه كده معانا اربع جاموسات والدينا يا جماعه وريناكم اثنين وادي الاثنين الثانيين بنوريكم المحاليب بنوريكم كل حاجه جاموس مزارع الله يريد على فتح صلى على النبي زرابه يا عم الحاج الله اكبر زرابه روح هناك يا عم الحاج عايزين نشوف عيالهم بقى نوريك عيالهم غليظه برضو بس يا جماعه يا جماعه الاثنين الاولين كانوا اللي هم الوالدين عاملين 56 و200 يا باشمهندس وادي عيالهم لسه والدينا الولد الكام ليهم ده يا سالم الولد الكام ليهم ده حق الولد الرابع يا عم ودي الولد الثالث دي الرابع يا جماعه ودي الثالث ودي الثالث صل على النبي صل قدامي هذا عيالهم ولدي مولي جديد دول عيالهم الاثنين دول لا عيل اه هذه واحد ده ولد دي يا جماعه ما اتذكر ده الصلاة على النبي اللي هي الولد يا مسدي ده الولد الثالث الثالث آه. دي الرابع دي ودي الرابع هذه ولدها الرابع يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي دول مع بعض برضه حي لا دي الحاله ودي الحاله يعني. ماشي كام دي الاولانيه دي معانا 28,000 وبتحلب 6.6 ولا 8 عندك 6.6 يا عم 6.6 بمرد الله بمرد الله آه. احنا بمرد الله ما هو 6.6 الصلاة على النبي ودي لك 88 فيها ودي 88 اه كام ده حط جيب 32,200 32,200 ومعمولة بألف عرق معمولة بألف يعني 33,200 لا 32,200 حقها آه ليناش دعوة بالتعمل تمام ماشي بسم الله ما شاء الله برضو. قوم يا بيت وراها الطور ده خدناهم اثنين دول دلوقتي برضو اثنين مع بعض شروة واحدة أيوة السلام هذا يا جماعة الاثنين دول شروة واحدة دي أول ولد لي يا حقه ولا ايه؟ رجل راشد دي اول ولد؟ اه اول ولد بكريا كسر جوز واحد دي اه يا عم العقل بتاعها اللي ورا مني بص هنا دي فيها 6.6 دي بص يا جاموسي السلام تعال هنا يا باشمهندس فيها 6.6 دي بنت الحلال السلام عليكم 6.6 يا جماعه هاي اللي بقول لك هذه زميلتها هي الثاني معاها الجاموس العشر الثاني 10 10 8 10 8 فكاش ولا سنه بكريا اه شبة يعني اه بكرية اول ولديها اربع ازاز مربعين شايف صلى على النبي هذه الحلبات بسم الله ما شاء الله طب كام وكام حكي ببلاش والله اخذناهم صلى على النبي 43.5 43.5 الاثنين صلى على النبي حلوين والله هذول كام الوالد وكام العشر 27.5 16 خليها برا الجبل يعني اللي العشر دي 16 ايوه صلى على النبي عم رخيصة دي ودي 27.5 والله اخذنا عرض ببلاش 16.5 27 طب وليه الحسبه كده حق قسمنا احنا عشان ما حدش يظلم خليها برا من النار يعني مثلا ما كانتش مثلا 24 كام احنا قلنا 6 احنا 8 43.5 43.5 16.5 27 كانك 17 26.5 ماشي برضه صلى على النبي 28 نسيب رقم تليفونك بقى 011 011 24 24 هذا يا جماعه دلوقتي احنا برضو ما قلناش الاسم للمشاهده حي حسان ابو النجا حسان ابو النجا بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الحج حسان يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله من الاقصر من الاقصر عشر تلاقي عنده والد تلاقي عشر لبن تلاقي جميع نوع تلاقي زي في اكثر من 60 جاموسه اه بالصلاه على النبي حي وقاعد في الاقصر حي 011 011 28 28 57 57 40 40 95 95 الحج حسان حسان ابو النجا حسان ابو النجا تشرفنا بيك يا حي بيك يا عمي الله يوسع عليك هذا يا جماعه الحج حسان معانا ابونا الحج صبري تمام واخواتي دول منورين يا جماعه منورين ما شاء الله عليكم منورين صل على النبي صل على النبي الله يوسع عليك الله يوسع عليك الله يوسع عليك يا خال هذه الحجة حسانة طبعا يا جماعة الرايل يعني كان له لقاءات كثيرة على اليوتيوب بسم الله ما شاء الله مسمين الحوت بتاع اليوتيوب انا حوت الجاموس والله مسمين الحوت الجاموس اليوتيوب صلى على النبي حجة حسانة عليك والله احنا عليه الحوت احنا تشرفنا بلقائك والله يا عمي. الله يوسع عليك هذا قبلناك يا باشمهندس ايه لكن ما صورناهاش ماشي نصوروها هذا عزله جاي هذا يا جماعة الحجة حسانة صورنا معاه الوالد والعشر
هذا ما شاء الله ما شاء الله هذا يا عمي اللهم صل على النبي قول 10 10 في يدي 10 10 حاج دار اللهم صل على النبي بنزينة التعاون وصلوا الله اكبر احمد ده بنزينة التعاون الله اكبر بس شوف النهار وشوف الدار شوف كراسي قدام هذا دكتور وهذا الخليفه بتاعتها الله اكبر هاتوك تاجي سيب الخليفة دلوقتي يا صنايعي هاتوك تاجي يا صنايعي هذا الأمر سيب الخليفة دلوقتي هذا الولد هيا معه الصلاة على النبي اتفاجع بداية سك دهب الماز ورا هذا الثاني ده افتد يا حبيبي مع بعض حق حسان سبعة وسبعة دي مع بعض برضو اه مع بعض الله الله. أربع غاز موزعين وتحتيها مولود تبارك الله عرض اليوم أنا كل يوم يا باشمهندس عرض اليوم أنا كل يوم العرض شغال اللهم صل على النبي العرض شغال من الأرض السوداء الله أكبر يا جماعة هذا أسعار الجاموس كلها يا جماعة الوالد والعشر والحلاب كل حاجة صورناها لكم في الجاموسة صل على النبي في شبات عشر برضه مع الحج حساني في شب عشر هناك السوداء برضه يا باشمهندس ماشي عديها كده حج مالها عديها الله يوسعك حاضر جاي لك هذا يا جماعة الجاموسة بنصورها لكم كلها على أي حاجة حتى أي حتة فيها بنصورها لكم عشان برضو تبقى شايفة الحاجة كويس تعشوف الخليفة قايلة كيف صلى على النبي الله أكبر وراها دي صلى على النبي الله أكبر الله أكبر صلى على النبي دي ده ذكر نتاية نتاية تمام ودي نتاية برضو وراهم نتايتين الصلاة على النبي إيه الفلوس حق ببلاش والله الصلاة على النبي 55 و100 الاثنين الاثنين كام وكام طيب لو قلنا للمشاهد 28 و27 و100 28 و27 و100 بالصلاة على النبي حي هذا يا جماعة 28 دي 7 و100 قلت لي بتحلب كام حق حسانة؟ دي فيها 88 88 88 يا عم الله وكذا 7 و7 7 و7 بالصلاة على النبي وهذا الدار العينة شغالة هذا يا جماعة العينة شغالة يا باشا يعني بسم الله ما شاء الله الحلبات مصدر زي ما بقول وهذا البزاز من قدام كل بزنس يصلح عن أخوه وقاسمة يا ريت الصلاة على النبي حق تحكيها قاسم ان شاء الله بص عليك 60 يوم انت بتبقى قاسم بحقها يعني الصلاة على النبي حي شوف الخليفه اللي وراه تمام الله ينور عليك في برضه جاموس العش السوداء يا عم حسان هات يا عمي هات هذا اسطول الجاموس يا جماعه مع الحج حسان الله اكبر عليك اسطول الجاموس يعني الصلاة على النبي الله اكبر جاي لك اهو بعتها؟ آه. تمام بعتها 28 و200 28 و200 الصلاة على النبي الله اكبر حتى ب 27 احنا خلي بالك اول جاموسه دخلنا دي عليها حق حسان دي اول واحده صورناها مع حصل يا باي ايوه حصل يا باي عشر والده ولا؟ لا راخية دي راخية المواليد راخية المواليد عشر كام ده حق حسان؟ عشر تسعة عشر تسعة كم محمد دي؟ ب20,000 جنيه 20,000؟ 10 9 الولد الكامل في بطنه ده حق الولد الثالث الولد الثالث ما شاء الله الله اكبر هذا يا جماعه الحق حساني واي جاموس عايز واي حاجه تحتاجها يعني العنبر كلنا تمام لو عايز في اليوم اطلع له 5 عربيات اطلع له بالصلاه على النبي حق تمام يا حق احنا برضو نسيب الرقم ثاني في اخر الفيديو حق حساني 011 24 24 57 57 هذا الرقم ماشي ما براحتك يا حق 4-0 9-5 نقول من الأول معلش 0-11 2-4 5-7 4-0 9-5 العلوان لقصر لقصر تمام يا حج تنساش أبونا حج صبري تسلم عليك صور الحج الخير والبركة منور حج صبري أول خير والبركة أبوك الحاج منور يا خال منور يا عم والله الراجل ده اسطور السوق الصلاة على النبي عنبر الجاموسه الصلاة على النبي هو اللي يشتري الجاموسه هو اللي يحب الجاموسه الصلاة على النبي يجيب لك 2003 الله اكبر وكليتنا وراه تمام يا حي ابو الكل حلو برضه اللي بيقول لك اللي مالوش كبير بيشتري له كبير يا خال الله يوسع عليك ابو الكل ده الله يوسع عليك يا حي الله يبارك عليك الله يبارك فيكم قناه المزرعه قناه المزرعه خلي بالك احنا من اسوان جنبك طب اديني رقمك ماشي حاضر هذا يا جماعه ايوه يا النهارده ان شاء الله هينزل تمام ايوه الصلاة على النبي هذا يا جماعه الجاموس بسم الله ما شاء الله اللهم صل تعال اطلع كده قدام سنه عشان تظهر معانا منين اسوان يا عمدي من اسوان نفسها حق سيبه دقيقه تمام يا حق
الله يوسع عليك. اه تمام، هذا يا جماعه الجاموس اي حاجه عايزها تلاقيها عند المعلم حسان، في الوالد وفي العشر وفي الحلاب وفي البكاري الشبات العشر. صلى على النبي، الله اكبر، يعني بسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه ودوس لايك للفيديو. عايزين لايك اهم حاجه. الله يوسع عليك. لايك. الله يوسع عليك يا حاج. بس. الله يوسع عليك. على فكره المشاهدين والله ليهم كذا يوم عايزين الجاموس، عايزين الجاموس. عايزين الجاموس. اي أيوة والله. انت كل يوم صور. تمام ماشي، هاي انا هاخذ اجيبك عربيه توديك. انا هاخذ الرقم يا حاج. ماشي يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.